وزارة الداخلية قدمت هدايا لبس العيد للأطفال في عدد كبير من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوي الهمم في مختلف محافظات مصر. كمان أيضا تم تقديم هدايا لأطفال النازلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وده في إطار الدور المجتمعي اللي بتقوم به وزارة الداخلية. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف المحافظات، وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما أشادوا به وأثنوا على اهتمام الوزارة بهم. جو النهارده وفرحونا وجابلنا الألعاب وهدوم والكحك العيد. النهارده الظباط لعبوا معانا وادونا هديات، وانا مبسوطه اللي هما جابوا لي لعب. قلنا شكر كلنا وكل سنه طيبين. رده فعلهم بتبقى حلوه جدا، يعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله. بنشكرهم جدا على تواجدهم معانا، وبنشكر كل الظباط اللي بيجوا دايما بيساندونا في اي مناسبه، وجودهم معانا اكيد بيبسطنا وبيبسط الولاد. احنا دايما وزاره الداخليه بتدعمنا ودايما بيجوا لنا في المناسبات، ويعني لدرجه ان في عدد كبير من الاطفال على اختلاط بيهم وعارفينهم. كما تم اصطحاب عدد من الاطفال من دور رعايه الايتام لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحه والبهجه على وجوه الاطفال الذين اشادوا بهذه المبادره من وزاره الداخليه. لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرات إنسانية تسهم في إعادة تأهيل نزلاء ونازلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنازلات الحاضنات، وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النازلات وأطفالهن. اللي حصل النهارده يوم جميل جدا، الأطفال جم معانا من أول اليوم واختاروا الهدايا بتاعتهم، اختاروا لبس العيد بتاعهم، وبشكر سيادة الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. كتر ألف خيرهم على اللي هم عاملينه معانا هنا. جابوا لنا الأطفال يفطروا معانا ويباتوا معانا، باتوا في حضننا. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بينيم ابني في حضني. شهدت الاحتفالية توزيع هدايا وملابس العيد على أطفال النازلات، وهو ما جاء بمردود إيجابي عليهن وعلى الأطفال، وساهم في رسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع. جايبين لهم هدايا وجايبين لهم نفس عيدهم. بشكر الرئيس جدا قوي على اللي هو بيعمله معانا بصراحه لينا ولعيالنا. هكذا تسعى المنظومه العقابيه الحديثه نحو تاهيل واصلاح نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل وفقا لنظم الاصلاح الحديثه مع مراعاه الابعاد الانسانيه والاجتماعيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.